السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة خمسة نكمل مع بعض مراجعات تيت امتحان مراجعات شهر نوفمبر، والنهاردة معانا كنكت فايف مادة اللغة الإنجليزية. دي مراجعة المتميز مهمة جدا إعداد مستر مصطفى عوض، إن شاء الله يا ولاد نخرج عنها الامتحان. بذكركم بننزل مراجعات لجميع المواد مش بس الإنجليش من الصف الرابع إلى الصف السنة الإعدادي، مراجعات لجميع المواد وأكتر من مراجعة لكل مادة. أي مرحلة محتاجينها نفتح قائمة التشغيل الخاصة بيها، نلاقي كل المراجعات نازلة على القناة. يبقى نعمل لايك واشتراك في القناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك عشان يصلنا إن شاء الله كل جديد. يلا بينا نشوف بنك أسئلة المتميز. أول سؤال معانا بيقول لك read and choose the correct answer. سؤال اختيارات، بيقول لك dad bought me an amazing lot of shoes. بابا اشترى لي إيه من الأحذية يا ولاد؟ pen قلم ولا pair زوج من ولا beige صفحة ولا بنز أقلام؟ طبعا اشترى لي pair of shoes يعني زوج من الأحذية. we wear نقط on our hands، بنرتدي وبنلبس ايه في ايدينا يا ولاد؟ سوكت شرابات شوز احذية جلافز الجوانتي ولا هاتس قبعات؟ طبعا نرتدي الجوانتي. my school نقط is white تي شيرت and blue trousers، قميص ابيض وبنطلون ازرق. ده ايه ده؟ كلاس فصل يونيفورم زي المدرسة. هوم ورك واجب ولا باك؟ طبعا ده يونيفورم اللي هو الزي الموحد. اول النقط is a land هي ارض. that has water around أرض تحاط بها إيه؟ الماء. فرس الغابة ليك بحيرة أيلاند جزيرة ولا ريفر؟ طبعا دي الجزيرة يا ولاد، مساحة من اليابس يحاط بها الماء من جميع الجهات. I have got a dark red knot for when it gets cold. إيه هو اللي عندي دارك ريد ده؟ لما يكون الجو برد بلبسه. تاي الكرافتة سويتر بلوفر سوكس شرابات ولا جوز حذاء؟ طبعا السويتر بلوفر. There is no knot on this island. الجزيرة دي ما عليهاش ايه؟ اتس فيري كوايت هادية جدا. ما فيهاش ايه عشان كده هادية؟ ما فيهاش ودر، ما فيهاش مية، ما فيهاش ايه، ما فيهاش هوا، ما فيهاش ترافيك اللي هو ايه؟ ازدحام مروري ولا لاند؟ طبعا ما فيهاش ترافيك ازدحام مروري. يبقى الجزيرة ما فيهاش ازدحام مروري عشان كده هي يا ولاد هادية. لأن احنا قلنا دي جزيرة وسيلة المواصلات الوحيدة ليها هي القارب البوت. طب بعد كده بيقول لك ماي جلابية هاز تو لونج. الجلابية فيها ايه يا ولاد؟ اتنين ايه طوال؟ جلافز جوانتي سليفز أكمام روبس رداء ولا بيلتس أحزمة؟ طبعا فيها سليفز أكمام طويلة. I like my blue sweater بحب السويتر الأزرق بتاعي. That's my favorite ولا cool ولا favor ولا nice؟ طبعا that's my favorite أنا مفضل بالنسبة لي. I was traveling by not to the island أنا سافرت بإيه رحت الجزيرة؟ سافرت بالبوت ولا فوت ولا مترو ولا البوتس؟ طبعا لازم أركب البوت. بعد كده بيقول لك save play tennis save لعب تنس next week ده حاجة في الماضي خلي بالك نيكست ويك الاسبوع القادم تمورو غدا يستر دي بالامس ولا نيكست مانداي اتنين القادم؟ طبعا يستر دي حاجه في الماضي بالامس. اور سكول يونيفورم زي المدرسه بتاعنا از ريلي وي لايك ات بنحبه. بنحبه عشان ايه؟ سمارت انيق باد سيء اجل قبيح اوفول يعني سيء. طبعا هناخد سمارت انيق. ذا نو تيل ذا تورستس وير زي كان دايف مين اللي بيقول للسياح اين يغوصوا؟ دكتورز الاطباء تيتشرز معلمون تورست جايد ولا سوري التور جايد ولا الدكتورز؟ طبعا التور جايدز المرشدين السياحيين هم اللي بيقولوا للسياح على مكان اين يغوصوا. ذا جيرل البنت واتشينج ا موفي ات 7 بي ام لاست نايت. طيب ده يا ولاد احنا خدنا الماضي المستمر. ذا جيرل تاخد ايه بقى؟ تاخد ووز. تمام الماضي المستمر ووز او ويرز الفير باي ان جي ووز مع المفرد وير مع الجمع. ذا ريتس البحر الاحمر لايز اون يقع على ها ايجيبت است ايه؟ رين فورست غابه استوائيه ديزرت صحراء كوس ساحل ولا قرص يتكلف؟ طبعا يقع على ساحل البحر ايه الساحل الشرقي لمصر اللي هو مين يا ولاد؟ هو ده البحر الايه البحر الاحمر فيها الساحل الشرقي لمصر دي معناها ساحل ايست كوست. ماري ليسند تو ذا تيتشر استمعت الى المعلم كيرفولي بحذر ذا ليسن ليه؟ understood ولا to understand ولا understand ولا to understand؟ طبعا to understand لإعطاء الغلط أو السبب. سمعت له بحرص ليه؟ علشان تفهم الدرس. to understand the lesson. he not to the beach yesterday. he went ولا go ولا goes ولا going؟ طبعا إيه؟ yesterday عايزة حاجة في الماضي يبقى he went ذهب. ريم is wearing ريم ترتدي إيه؟ on her hands في إيديها gloves الجوانتي. بعد كده I didn't يجي بعدها الفعل في المصدر أراكت last week باي ولا بوت ولا بايز ولا باينج؟ طبعا هاخد مين يا ولاد؟ بالرغم ان احنا في الماضي بس لما انفي بديدنت بيجي بعدها الفعل في المصدر تبقى باي.
helps people learn about new cultures. مين بيساعد الناس تتعلم ثقافات جديدة؟ wild life, diving ولا tourism ولا farming؟ طبعا التوريزم السياحة يا ولاد، بيساعد الناس تتعلم ثقافات جديدة. السياح. Egypt is a beautiful. مصر beautiful ايه يا ولاد؟ city. مصر دي مدينة كبيرة، فيليج قرية ولا كانتري دولة ولا تاول مدينة صغيرة؟ طبعا كانتري دولة. ايكو توريزم السياحة البيئية، help us to protect، تساعد في حماية ايه؟ the journey الرحلة الطويلة ولا wild life الحياة البرية، pollution التلوث ولا planes الطائرات؟ طبعا السياحة البيئية يا ولاد بتحافظ على ايه؟ ال wild life. I can't not to go to the Alexandria and swim in the to go to Alexandria and swim in the sea. I can't, I won't, wait, feel, win, أفوز، أشعر، أنتظر، أريد، لا أستطيع الانتظار. I can't wait. The Elephantine Elephantine Island Elephantine Island is in أسوان. أنا قلت island، جزيرة إليفانتين. The Elephantine Island is in أسوان. The opposite يعني عكس. Is dark، عكس كلمة إيه dark؟ إيه عكس dark؟ bad سيء، sad حزين، light فاتح، هابي سعيد. طبعا لايت، لايت عكس دارك، فاتح عكس غامق. In the evening في المساء، I like to see the ايه؟ sunset ولا sunrise ولا sunburn ولا sunshine. في المساء بحب اشوف ايه يا ولاد؟ السانست الغروب. I don't like dark clothes، مش بحب الملابس الغامقة. I like ايه؟ عكس دارك لسه قايلينها دلوقتي، ايه؟ بتحب اللايت الفاتح. One of the not of tourism is that it damages the environment، بتدمر البيئة. تدمير البيئة ده عيب ولا ميزة؟ عيب. كونز عيوب، بروس مزايا، كوينز عملات معدنية، كورنرز أرقام. طبعا يا أولاد ايه من ضمن الايه؟ الكونز العيوب، دي معناها مزايا. بيقول لك is an adjective، هي صفة، that describes the shoemaker، صفة نصف بها صانع الأحذية. leather الجلد، honest إن هو أمين وطيب، ولا delicious لذيذ، ولا money نقود. طبعا honest صادق أو أمين. tourists السائحون، like to see not places، بيحبوا يشوفوا أماكن إيه؟ unhealthy ولا boring ولا historical ولا over، بيحبوا يشوفوا أماكن تاريخية historical places. I walk around a lot، I walk around a lot، أنا أتجول كثيرا. I need comfortable، عايز إيه مريح؟ كوت بالطو، سنيكرز حذاء رياضي، سكارف كوفية، ولا نيكلاس عقد؟ أنا عايزة حذاء رياضي سنيكرز. The fish السمكة was not in the sea، was swimming، ماضي مستمر. Mom likes to wear a gold، ما بتحب إيه؟ around her neck في الرقبة، تلبس إيه في الرقبة؟ سكارف الكوفية، حاجة ذهبية في الرقبة، نيكلاس العقد، بيجامز ولا جلافز الجوانت؟ طبعا تلبس إيه؟ العقد الذهبي. ايكو تورست السياح البيئيون، بي تو ستي ان زوس حديقة الحيوان، فيليجز القرى، بيبلز هاوزز منازل الناس، بيدفعوا مقابل الإقامة في منازل الناس. نواميس نوت از ان طابة، نواميس فيليج قرية ولا سيدي مدينة كبيرة، تاول مدينة صغيرة، كانت لدولة. نواميس دولة قرية في طابة. قال لك زي فاوند ا فيري رير، وجدوا اي نادر، فروم ذا ريجن اوف توتموس ثيرد، وجدوا اي نادر من عهد تحتمس الثالث، بوك ولا كالندر ولا تيبل ولا باك؟ طبعا وجدوا ايه؟ تقويم نادر من عهد تحتمس. مروه اند محسن بلاينج تشيس ات 6 بي ام يسترداي، مروه ومحسن دول جمع، اسال عنهم ايه في الماضي المستمر يا اولاد؟ وير. ذا نوت لا الفنتين ايلاند از فول اوف، مليئه بايه؟ ارت الفن، ساينس العلوم، هيستوري تاريخ، ولا ميوزك؟ طبعا مليئه بالتاريخ. The Knot of Philae، معبد فيلي is in أسوان، Temple of Philae. Tourism gives not for local people، gives يا ولاد جوبز، توفر وظائف للسكان المحليين. What not she doing at 9 a.m. yesterday، طيب ده ماضي مستمر، ده الشي تاخد was يا ولاد، What was she doing. I went outside، ذهبت بالخارج، not my neighbor. Helped ولا to help ولا help ولا to help، طبعا to help لكي أساعد جاري. I bought new swimming، اشتريت new swimming ايه؟ to swim in the pool، عشان ايه؟ البسه وانا بعوم في ايه؟ في حمام السباحه. كوت بالطو، شورت سكارف كوفيه ولا بول؟ طبعا اشتري swimming شورت سباحه.
We go to school. بروح المدرسة ليه؟ To learn, لكي نتعلم. أحمد studied hard. أحمد يذاكر بجد ليه؟ To get good grades, عشان يجيب درجات عالية. I'm so to see my uncle and cousins. I'm so excited, متحمس. I want to buy these shoes. أريد أن أشتري هذا الحذاء. Can I not them on? Try on, يعني أجرب أو يقيس. We need to not our suitcases. عاوزين نعمل الحقائب. يحزم الحقيبة يعني build ولا باك ولا باك ولا بلي طبعا باك. They not in the sea. Swimming ولا swims ولا where swimming ولا where swimming. طبعا زي ايه يا ولاد؟ زي where swimming. I not watching a film yesterday. I was watching a film. Tourists come to the Red Sea too. السياح يأتوا للبحر الأحمر. To ايه يا ولاد؟ To dive لكي يغوصوا. The night is so hot today. ايه اللي حر جدا النهارده؟ افكت الاثر بلانكت البطانيه ولا ويزر التاكس ولا باك حقيبه؟ طبعا ويزر التاكس. We should look the historical places and monuments. نعمل ايه الحقائق للاماكن التاريخيه ولاد والاثار؟ طبعا لوك ايه؟ لوك افتر يعني يعتني بيه. She is wearing a crown. لابسه تاج. On her على هيد رأسها. I put a new jacket. White new. New green. Green new. ولا black new. طبعا قالك ايه الحجم بيجي قبل اللون. تمام. يبقى ناخد ايه اولاد؟ الصح عندي new green. العمر. العمر قبل اللون. تمام. Not you meet your friends yesterday. عايز اسأل على الماضي بقى. Did you meet؟ طيب when I play football لما كنت بلعب كرة قدم. I wear ارتدي ايه؟ سكارف كوفية سويتر بلوفر تي شيرت ولا هات؟ لما بلعب كرة قدم البس ايه ولا هات؟ تي شيرت. She came home. رجعت البيت قال مبكرا. Cook lunch. To cook lunch عشان ايه؟ تطبخ الغداء. When it gets hot لما الجو بيكون حر. We don't wear at school. مش بنلبس التراوزرز البنطلون ولا الجاكيتس الجاكيت ولا شوز الحذاء ولا سوكس. طبعا لما الجو بيكون حر مش بنلبس الجاكيتس. I'll wear سوف ارتدي انقط. It's very cold. الجو بيكون برد. هلبس ايه؟ تي شيرت ولا سنيكر ولا كوت بلطو ولا شيرت؟ طبعا هلبس البلطو كوت. ايكوتورسيس السياح البيئيون. Can stay in campus ممكن يكونوا في المخيمات او المعسكرات. And ايكو ايه؟ فاليس وديان لودجز النزل البيئية ولا ماونتنز الجبال ولا سريرز الشوارع؟ طبعا ايكو لودجز يعني النزل البيئية. توريزم السياحة. helps people learn new cultures. learn by ولا at ولا about ولا in؟ طبعا learn about new cultures. tourists السياح like to go to the Red Sea بيحب يروح البحر الأحمر. to see زي عشان يشوفوا ايه؟ animals حيوانات. coral reefs الشعاب المرجانية. تريس أشجار ولا جراس عشان يشوفوا الشعاب المرجانية. We traveled by not through the Nile. Train ولا باص ولا فلوكة ولا تاكسي؟ طبعا نركب الفلوكة في النيل. مركب شراعي. My sister and brother أخي وأختي. Playing tennis at 12 a.m. Was ولا where ولا are ولا is؟ طبعا where playing. When I travel أنا لما سافرت. I لما بسافر. I pack my clothes in my bag. ملابسي في ماي ايه يا ولاد؟ بوكيت جيبي سوت كيس الحقيبة ولا سكول باج ولا بنسل كيس؟ طبعا في سوت كيس الحقيبة. مام نوت ماي روم يسترداي. ماما عملت ايه لغرفتي بالامس؟ تايدي ولا تايدد ولا تايدس ولا تو تايدي؟ طبعا حاجة في الماضي يبقى تايدد. ماي سويتر البلوفر بتاعي هاز ريد لايتس تريبس سترايبس ولا شوز؟ فريد ايه يا ولاد؟ السترايبس يعني خطوط حمراء. سؤال تاني الترتيب. She is going to visit her uncle. هزور عمها. What about my sneakers؟ ماذا عن البلوفر بتاعي؟ سوري الحذاء الرياضي. He lives in a town. عايش في مدينة. I have got
قرايب تدرس عندي فستان مخطط. كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت، القاهرة عاصمة مصر. ماي وايف ميد ا ديليشس ميل، زوجتي عدت وجبة لذيذة. شو ميكر وركد هارد، صنع الأحذية يعمل بجد. هي ميد بلاك ليذر شوز، بنجيب يا ولاد اللون قبل الخامة. ديد يو باي ا نيو تي شيرت، اي نيد تو باك سوري اي نيد تو بروتكت اي نيد، انا محتاج صن جلاسز نظاره شمسيه. ليه؟ تو بروتكت ماي ايز، عشان احمي عيوني. بعد كده ديد يو انجوي ذا ستوري، هل استمتعت بالقصه؟ اي بوت a pair of shoes yesterday، شرى الزوج من الأحذية بالأمس. What do I need else، محتاج إيه كمان؟ I walked to the park yesterday. My favorite clothes are cotton shirts. My favorite color is green، لوني المفضل هو الأخضر. What do you usually wear، ماذا ترتدي عادة؟ This is a small new house، بجيب الحجم قبل العمر. Will I need the necklace، the shoemaker was honest، صنع الأحذية كان أمين. He lived in town، عايش في المدينة. With his wife، مع زوجته. We were traveling by boat، كنا مسافرين بالبوت. You should pack a sweater، جلابيس are made of cotton. بعد كده I was watching TV at PM yesterday. I can't wait to go to الفيوم، لا أستطيع الانتظار لكي أذهب إلى الفيوم. مروة is wearing a spotted dress، لابسة فستان منقط. The sunset is fantastic from a فلوكة، غروب الشمس رائع من الفلوكة. He went to the bedroom، وراح أوضة النوم. ليه؟ to سليب، علشان ينام. ليفانتين ايلاند از فول اوف هيستوري، مليئه بالتاريخ. ايكو تورستس لايك تو دايف نير اكولر ريف. شوز، الاحذيه ار ميد اوف ليذر. ذا شو ميكر اند هيز وايف، وزوجته. وير بور، كانوا فقراء. ذيس جيرلز، البنات. ذيس جيرلز ار ويرينج مكسيكان دريسز. كان يو هيلب مي، ممكن تساعدني. ذير از
أ there are amazing sculptures. في تماثيل، سوري يا ولاد، دي ايه؟ تو ودي سري. there are amazing sculptures. في تماثيل رائعة ان المفروض بقى دي يا ولاد، المفروض دي بقى ايه؟ ذا وايت ديزرت. دي كانت في منهج القديم اصلا، ده سؤال محذوف. تبقى ان ذا وايت ديزرت محذوف، ما تذكروهاش. طيب بيقول لك داز نهى تيك دي يا سري هير سويتر، بعد كده اور سكول يونيفورم زي المدرسة is a smart onyx. بعد كده هو made the shoes every night. من يصنع الأحذية كل ليلة. what did the elves make. ماذا صنع الايه الأقزام. نوع تاني read and fill in the gaps with words from the list. soil تربة blows تهب تريس أشجار flood sand desert. there is so much not in the desert. في ايه في الصحراء يا ولاد؟ sand رمال. when there is fertile soil لما يكون في تربة خصبة. you can grow many crops نزرع المحاصيل. it's cold go bird and the wind ايه blows تهب very hard بغزارة. the night is cold and dark at night. الصحراء بتكون برد بالليل. the heavy rain المطر الغزير was the cause of the flood سبب الايه الفيضان، برضو محذوفة. holidays اجازات كلايمات المناخ فلوكة ميسي. I like to go by فلوكة، بحب اركب الفلوكة ايه في النيل. it's exciting. the problem of not it change is very تغير المناخ، برضو محذوف الجزء ده، الجملة دي محذوفة. تغير المناخ. we should tidy the room لازم نرتب الغرفة. it's really ايه انها ايه ميسي فوضوية مملاة بالفوضى. we never go to work on holidays لا نذهب الى العمل في الاجازة. كامبس معسكرات animals حيوانات buildings مباني holiday hiking التنزه. if you like history لو بتحب التاريخ. there is lots in طابة يوجد الكثير في طابة. there is نواميس في نواميس مالها دي a village قرية of round very old buildings فيها مباني ايه قديمة جدا مستديرة. they are fantastic أو fascinating المناظر بتاعتها خلابة المنازل دي. ايكو توريسس السياح البيون انطبوا في طابة كان enjoy diving بيغوصوا فين يا ولاد؟ diving not and camping diving و hiking و camping. they can stay in بيقوموا فين في الكامبس المخيمات انطبوا for a great holiday الأجازة رائعة. بيربل أرجواني تيك ياخد سوت كيس تي شيرت بلاك. أي منها I'll pack my suitcase أنا بعد حقيبتي for our holiday tomorrow عشان عندنا رحلة. I'm excited excited أنا متحمسة. I need to pack my green t-shirt أخد التيشيرت الأخضر بتاعي. I won't need a coat مش محتاجة بلطو but I should take هاخد ايه my sunglasses النظارة الشمسية. I'll pack my not sweater هاخد السويتر بتاع الايه البيربل البنفسجي. It's cool at night. historical تاريخي learn يتعلم pros مميزات cons عيوب jobs وظائف. tourism السياح is very important to Egypt هامة جدا لمصر. it can give بتوفر يا ولاد for young people jobs الوظائف. it can help people not about new cultures لين يتعلموا ثقافات جديدة. قال لك but tourism also has some فيها ايه عندها some ايه cons بعض العيوب. tourists can damage the historical places بتدمر الأماكن الإيه يا ولاد؟ الإيه؟ الأماكن التاريخية والآثار. ليزر الجلد ورك شوب ورشة يلبس الأقزام باي يشتري شوز حذاء.
قال لك ماي جراند فادر جدي واز ا شو ميكر، كان صانع احذيه. هي هاد ان ارت ان ذا سيتي، هي ميد بيوتفول ايه a lot of people. He had an art in the city. كان عنده ايه؟ كان عنده workshop، ورشة في المدينة. He made beautiful ايه؟ shoes، بيصنع أحذية جميلة. A lot of people went to not their shoes from him. ناس بتروح ايه عشان تشتري منه الأحذية. He was honest. كان أمين. And he made shoes from the best ايه leather. Pockets جيوب، spotted منقط، gloves الجوانتي، crown التاج، بين العلم الجاف. آية and Laura are in a party في حفلة. Laura is wearing a spotted dress، فستان منقط. With two عليه two ايه يا ولاد two pockets جيبين. ايه is wearing a not on her head، لابسة على راسها ايه crown ايه التاج. She looks like a princess، تشبه الأميرة. She is wearing white ايه on her hand، لابسة في ايديها ايه الجلافز الجوانتي. تمام. She is wearing a costume. Heart workshop morning pair honest. Once upon a time، ذات يوم، a kind and honest shoemaker، طيب وامين، like lived in town، كان عايش في مدينة with his wife، مع زوجته. They were very poor، كانوا فقراء جدا. But they were very happy، كانوا سعداء. The shoemaker، صنع الأحذية. Worked، كان يعمل بيها ولاد بجد. Worked hard. But he had no money، لكن لم يكن معه نقود. One night، ذات ليلة، the shoemaker، صنع الأحذية. Was is his not oh dear.